واش دوني البوليس واش مريض ولا مالك؟ واش انا قلت لك خرج؟ والله ما كاين شي سبب حسن، بلا ما تفقصتي صافي ما بقيتش باغاك. وقولي لي علاش غادي تعصبي؟ سلام بنات ولاد، كنتمناكم كاملين تكونوا بخير. المهم اليوم غادي ندير واحد البرانك لحسن، ويعني غير في الدار، وغادي نصوني ليه دابا واحد شويه، وغادي نقول ليه باللي راه غادي نتفارقوا وغنشد فيه مزيان. المهم خليكم معايا. المهم انا دابا غادي نصوني ليه، خليكم معايا. جاوبش. الو، علاش ما كتجاوبش؟ علاش ما كتجاوبش؟ نعم. لاباس؟ لاباس. بغيت ندوي معاك واحد الموضوع ضروري. لا بغيت ندوي معاك. بغيت ندوي لي ميساجات. يلا دوي. سمعنا بخبار خير حسن. اه من الاحسن ما نبقاوش مع بعضياتنا والله. قلت لك اشنو سمعتي؟ ماشي باش نعاود نبدا. ماشي نحس بالحاضيه. عاودي قولي شنو قلتي؟ قلت لك ما بقاتش عاجبانا العلاقه ديالنا، من الاحسن نتفارقوا. علاقه؟ مين العلاقه ديال نمشي ولا ديالاش؟ ها؟ ولكن قلت لك اشنو كاين؟ علاش؟ قولي شنو السبب؟ قلت لك ما بقاش عاجباني وصافي. واش كتبك؟ واش شبنيتك؟ يجيني صوتك بحال كتبكي. لا كاع ما كنبكي. علاش قولي لي علاش؟ ما بغيتش يا حازم، مابقيناش كنتلاقاو وصافي، من الاحسن نتفارقوا. يمكن ندير هاد كلشي اللي مقرب ليا مش باغا. ولا ما بقاش عاجباني يا خويا، ما بقاش. خويا؟ صافي والله. انا غندوي مع الناس نقول لهم انني مني لا فوت. في ردوي مع الناس؟ في ردوي مع الناس. فاش يسولوني كيفاش انني مني لا فوت؟ قولي لي شنو درت. قولي لي شنو درت. قولي لي شنو درت. صافي ما درتش والو، راه انا بغيتو صافي. كراش ما كنتش نخلاك وبقيت كن. كيفاش عاودتي اش قلتي؟ راه من قلت لك اشنو كاين. ما سمعتك شنو قلتي. شنو كاين؟ ما بقيتش باغا نبقى معاك. علاش؟ يا وصافي راني ما بغيتش، ما كاين والو والله. كون كاين شي حاجه غادي نقولها لك. غادي شنداركم دير عيفك. قول لي علاش دابا؟ علاش كتخسر الهضره؟ قول لي كيفاش نخسرها؟ كنت كتقول لي ما قلتي حتى شي سيري، وكنت تقول لي علاش كتخسر الهضره؟ دابا صافي، اشنو فيه الا تفارقنا؟ اشنو غادي يوقع؟ كيفاش اشنو غادي يوقع؟ فين حسن؟ كان بغيك حسن. جيل دارنا حسن، جيل دارنا. واش دابا تيقول قلتي لوالدي عاد بغيتي ديري لي الغان شنو هو؟ ها؟ ماشي ما درت لك حتى بلان حسن، غا صافي والله عيت انا عيت. ما انت كتبكي وقيلة بالله، ما كنسوش بحال كتنقصي. واش داير لك شي واحد شي حاجة وتجي تبطل تفرقع عليا هنايا؟ كيفاش داير لي شي واحد شي حاجة؟ واش هي مصدي؟ منوضها مع امك مع باك مع اختك وشك ما وصلوش بحال اللي باكي. لا ما كنوضش مع دارنا. اسمعني يا حسن يا راه انا كنسمع فيك وصافي. طيب الان باقي نبرد معاك حيت الزنقه خاوي غنبدا نسب، غادي يسمعوني الجيران هاكا يطلعوا من الزنقه. وشوف دابا غير هضر غير عادي، اشنو فيها الا ما غويتيش ودرتي هاد الحال؟ يلا دوي يلا عطيني السبب. علاش ما كاين حتى سبب؟ قلت لك غير بغيت نتفارق معاك وصافي. مبقاتش عاجبانا شنو؟ مبقاتش عاجباني العلاقه معاك. كيف
العلاقه ما يمكنش نعجبك. شنو قلت لك انا؟ وراه ما درش لي والو، راه انا بغيت ما درت لك والو. اذا كيفاش نبقى تعال لا تبلاش من بعد من طلعها لك ولدي وصافي. دابا خرج دابا يكون شي واحد. انا خارج، انا بعد خارج من الدار من بعد من الدب من بعد من الدب. انا قلت لك ما بقاش عاجبني العلاقه، شوف واش ندير. صافي قلت لك نتفارق وما عندك ما ندير. واش انا كنقول انا واش هاد الثلاثه غير واحد دقيقه الله يحفظك كنقول ليها اشنو ما عاجبش؟ علاش هي كتقول لي خا بغيت خا بغيت؟ ماشي ماشي. دابا انت فين غادي؟ دخل داركم. امشي احلى الجرده باش ما سمعتش شي واحد ورا الحساس. وحاسه رجع لداركم ليشوفك شي واحد. شوفني شي واحد؟ هضر في داركم اشنو فيها؟ واش نتايا ما تقدرش تدوي بشويه؟ لا ما يمكنش. علاش ما يمكنش؟ مالي انا داوي بشويه. يا ربي ساعي لحظه شنو؟ مالي انا داوي بشويه ما خارج الزنقه وعدك ندوي معاك؟ انت مبرده جات نجلي ليا كتهرمط عليا دابا تجبر عليا ديالك. ماشي يا خلقتني لكم واحد المرض. انا دوي يا دوي راني قلت لك اشنو كاين؟ قلت لك اشنو كاين؟ اشنو كاين؟ قولي اشنو كاين؟ بغيت نتفارق معاك وصافي. بغيت تفارقي معايا وصافي؟ ايه. نعم؟ وقولي لي علاش غادي تعصبي في قولي لي علاش؟ واش دابا انت واش منيت كتقول هاد الهضره؟ وقولي واش؟ وراه قلت لك ما كاين حتى سبب وماشي فعلك والو، انا غير بغيت وصافي. ما عندك ما دير ليا. بغيتي وصافي. دابا تعطينا غير سبب يكون مقنع والله ما باقي ندور في جهه. ما قول ليش السبب، حيت ما يمكنش انا بتقولي لي والو ونقول لك صافي سخف شي دوش. والله ما كاين شي سبب حسن، بلا ما تفقصتي صافي ما بقيتش باغاك. وما بقيتش باغاك صافي. علاش ما بقيتيش باغاك؟ ما بقيتش كنبغيك صافي، خرجتي ليا من خاطري. اشنو خرجت ليا وصنيفي باقي كيما انا كيما عرفتني باقي هو انا بقيت وصافي. ما بقيتش داخل ليا خاطري صافي. فين كتب على عند الدار كما دار جدك؟ ما كيهمكش هادشي. واش دير لي واش تمنيتك بغا شي تجي عندي؟ واش شي دابا كيفاش ما كيهمنيش هادشي؟ وقول لي علاش كتسول دابا؟ انا داويه معاك وانت كتقول لي فينك. قول لي مال، قول لي مال. ما مالي والو، قلت لك اشنو كاين؟ لا قول لي مال، قول لي مال. وحاسه الله شاف قصيني قول. صافي دابا اشنو فايده تفارقنا؟ صافي نبقاو ندويو عادي. نتفارقوا ونبقاو ندويو عادي. صافي اشنو فيها؟ مثلا نقول فين صافا اختي كي ايوا فين صافا اختي. كيف ما كنا في الاول؟ كيف ما كنا في الاول؟ صافي دابا ماشي شكيا مالك وراه ما مالي والو. واش تبغيتي تفقصني؟ ماشي باش فاطمه بزاف قولي جايين بلاش حط قرا. اويل اويل لازم نحط التليفون عندنا فوني لي انا ناري. ناري البوليس سمحوا لي قال شي هضره ماشي هي هذيك. هنصوني لي انا ميمكنش. شدوني البوليس واش مريض ولا مالك؟ واش انا قلت لك خرج؟ وانا نصدقك قلت لك دير لي غادي البنك نجيبها فلوس وغادي نرجع وصافي. دابا ما تختار ديال الهضره صافي. تختو
حسن قوي ملك قوي ملك قوي ملك عصب شي قوي ملك حسن اسمع ناري تعصب جو ناري ضرني صبعي هنقول لي غير برينك عصبت والله جوب السير الله يرحمك ويد ما يسمو معاك دابا باش نجي عاكم طاو غادي ندوي معاك لا سمعني غير سمعني غير سمعني ثاني شنو هو وغير سمعني اش دوي غير برينك قطع دابا واش بنيته دابا كيقطع شوش كيد اتصالات المغرب ترحب بكم ناني ماعرفش غندير دابا دابا مالك مالك دابا قولي مالك يا صافي الثاني يلا مزيان صافي ايوا كيفاش جاي صافي واش جاي مني شيخ ياسين ياسين انا سير سير خويا عشير دابا خويا اه وراه غير شاده فيك واش جاي مصطي كيفاش شاده فيا شاده فيا كروسه واش حياتي انا عارفه نقول لك هذا كما غادر كانوا غيديو لي فاطمه الزهراء كانوا غيديو نوقفوا عليه قلت لك ما تخرج صافي دابا غير برانك سمح لي غنبقى من الدار ما في الدار اللي يسمعوا فيه صافي غير برانك هذه شديت فيك والله كاينه حاجه ما هذا في راسك سيري انا قربت للدار سيري سيري شنو يلا واخ يلا سيري مهم اخوتي كان هو هذا هو البرانك وسمحوني انا الى 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 قال شي هضره ماشي هي هذيك ونتمنى البرانك يعجبكم وشكرا